عمرك سألت نفسك ايه سر العمر الطويل لليابانيين؟ تعال النهاردة هقولك على سحر جاي من الطبيعة هيفيد كل عضو من اعضاء جسمك، وكمان هيخليك في منتهى النشاط واليقظة والتركيز، ده غير ان هو كمان هيزبط لك كل حاجة في جسمك. اللي هنتكلم عنه النهاردة بيزود لك الكفاءة وبيزود لك القدرة وبيزود لك النشاط واليقظة، كأنك شارب 3 كاسات او 3 كوبايات من القهوة الاسبريسو، وكمان بيديك الفايدة ما يعادل شرب 10 كاسات من الشاي الأخضر، ده غير ان هو مضاد أكسدة قوي، ولو قلنا مضاد أكسدة يبقى بيحافظ على خلايا الجسم كلها من التلف وبيحمينا من السرطان وبيحمي الشعر وبيحمي البشرة وبيحمي كل عضو من أعضاء الجسم، وكمان بيحسن من وظائف المخ جدا وبيعطيك النشاط والطاقة والحركة، وبيعمل لك كمان حالة من راحة البال والهدوء، وكمان بيحسن من صحة القلب وبيساعد على التخلص من الدهون الثلاثية الضارة والكوليسترول الضار اللي موجود في الجسم. والناس اللي بتعمل دايت او بتحاول تخسس هيخسسكوا بصورة كبيرة جدا، لانه بيزود معدل الحرق بتاعك فجسمك هينزل بمنتهى السرعة، غير ان هو هيحمي الكبد بتاعك وهيخلصك من السموم، وكمان هيحافظ على صحة الاسنان واللثة ويمنع رائحة النفس الكريهة. السحر اللي انا بتكلم عنه النهاردة يا جماعة هو شاي الماتشا، وشاي الماتشا زي ما احنا عارفين هو سحر جاي من الطبيعة، بيزرع تحت نفس الظروف اللي بيزرع فيها الشاي الاخضر، لكن في ظروف معينة بحيث ان هم يزودوا فيه مادتين، اول مادة اسمها الكلوروفيل ودي اللي بتدي اللون الاخضر الجميل بتاعه، وتاني مادة اسمها الليسيانين وده حمض اميني مسؤول عن الاسترخاء والراحة والسكون. فشاي الماتشا بيكون متوفر على هيئة بودر يا جماعة، انا بقدر استخدم منه معلقة صغيرة مرة واحدة في اليوم، ويفضل انها تكون صباحا على ماء دافئ وبشربه، وتشوف كمية الطاقة والنشاط واليقظة اللي هو هيديها لك، ده غير الفوائد كلها اللي هتعود على جسمك زي ما احنا ذكرناها.